أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد يأتيكم من قناة الرافدين، ونرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في المدى ذقار اشتباكات عنيفة بين الخريجين ومكافحة الشغب. وفي الجارديان تنظيم الدولة يعيد ترتيب صفوفه في العراق. في نيويورك تايمز الأنبار تنتعش باستثمارات محلية ومشاريع بناء ضخمة. في الشفق نيوز ارتفاع مستمر بأسعار الصرف الدولار في بغداد وكردستان. وفي يقين مات وفاة معتقل في سجن الحوت بسبب الإهمال الصحي. أما في الزمان لا حظر خلال أيام الأضحى وعلى المواطنين التزام التباعد والوقاية. وأخيرا في العربي الجديد مشاورات استخباراتية مصرية إيرانية في القاهرة. عانت المرأة العراقية على مر السنوات السابقة من تهميش وإقصاء بكل مفاصل الحياة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. ويعود هذا التهميش الذي تعرضت وتتعرض له المرأة العراقية حتى تلك النساء اللواتي يشاركن بالعملية السياسية ويدخلن البرلمان العراقي الحالي من طريق ما تعرف بالكوتا، حيث يلزم الدستور الحالي حصولهن على نسبة 25% من نسبة الأصوات، يعني أن المرأة تدخل البرلمان ليس بالأصوات التي تحصل عليها من الجمهور، بل تدخل باختيار رؤساء الكتل لها. وهنا تكون المرأة مجرد رقم في البرلمان، وقرارها مرتبط برئيس الكتلة. تتحول المرأة من مدافع عن حقوقها وحقوق قريناتها إلى الدفاع عمن أوصلها للبرلمان. النساء اللاتي تتواجدن بالبرلمان حاليا لا يمثلن المرأة العراقية أبدا، لا من بعيد ولا قريب. كان عليهن أن يعملن على قوانين حقوق المرأة وتقوية دورها وأخذ دورها الحقيقي بالمجتمع، فلم نرى منهن أي توجه بهذا الخصوص لا سياسيا ولا اجتماعيا، وكان دورهن باهت جدا وبلا فائدة، وبقي دورهن محدود وصوري وغير منتظم. فلا نراهن إلا عندما تتطلب مصالحهن ومصالح رؤساء كتلهن. بقت المرأة بعيدة عن مركز القيادة والقرار في ظل العملية السياسية الحالية، وساهمت المرأة بشكل كبير في تغييب نفسها ودورها المهم، وأضعفت دورها الفاعل في كافة مجالات الحياة بسبب تغاضيها وسكوتها عما يجري بحقها من انتهاكات وسلب لحقوقها وكبت لحرياتها المشروعة التي أقرها الدستور الحالي. يجب أن يكون دور المرأة أقوى في المجتمع السياسي. يجب أن تتبوأ المرأة المناصب القيادية المهمة، وأن يكون الاختيار على حسب الكفاءة بعيداً كل البعد عن الكوتا. عندما يكون الاختيار حسب الكفاءة، سيأخذ كل ذي حق حقه بعيداً عن سطوة رؤساء الكتل وتحكمهم. ينبغي أن تأخذ المرأة حقها في الحياة وحتى سياسيا، خاصة أن المرأة وعلى مر التاريخ ناجحة في القيادة، وهناك العديد من النساء نجحن في قيادة دول عظمى. لذلك يجب إنهاء الكوتا، لأنها تحجم دور المرأة في العمل السياسي. كان العقل التدميري مدركاً أن أداة الموت الفعالة في العراق هي المخدرات، لهذا تم اختيار أكثرها فتكاً في استغلال مهين للبيئة الحاضنة، الفقر والتخلف والجهل في مناطق وسط وجنوب العراق. لم يعد الترياك والإيراني ولا الحشيشة والهيروين القادم من أفغانستان نافعة للقتل الجماعي مثلما ابتكرته عقول وصفة الموت الكريستال، مقال للكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. برنامج التدمير استهدف الإنسان العراقي وقلبه الشباب قبل البنية التحتية،
نفذ مراحله الأولى قادة اليمين الأمريكي أمثال رامسفيلد الصديق الحميم لزعيم حزب الدعوة إبراهيم الجعفري من خلال الحصار المدمر ل13 عاماً. بعدها تم تنفيذ أبشع إبادة بشرية أبدع النظام الإيراني فيها، بدأت بقتل معظم أبناء الجيل العراقي المتمسكين بوطنيتهم وعروبتهم تحت عناوين سياسية مخادعة كالتبعية لنظام صدام حسين. انتقلت إلى المرحلة الأخطر في تدمير شباب الجيل الحالي بواسطة إغراقهم في بحر الموت المخدرات بعد تأسيس نظام سياسي مهمة قادته سرقة الأموال وتقاسمها مع الوالي صاحب وصفة التدمير. كان العقل التدميري مدركاً أن أداة الموت الفعالة في العراق هي المخدرات، لهذا تم اختيار أكثرها فتكاً في استغلال مهين للبيئة الحاضنة، الفقر والتخلف والجهل في مناطق وسط وجنوب العراق. لم يعد الترياك الإيراني ولا الحشيشة والهيروين القادم من أفغانستان نافعة للقتل الجماعي مثل ما ابتكرته عقول وصفة الموت الكريستال. اختيار مدينة البصرة كمركز لتجارة المخدرات وتعاطيها ليس عبثاً في الجغرافيا السياسية، بما شكلته في المراحل المتأخرة من تاريخ العراق السياسي من رمز لصمود العراقيين في وجه الهجمة الخمينية والخامنائية، إضافة إلى قربها الجغرافي من بوابة الموت الشلامتشا، كان مطلوباً أن تصبح البصرة قبل الموصل بسنوات قليلة علامة لإذلال العراقيين وإهانتهم، قتل شبابهم بالموت السريع والبطيء جميعاً. تستمر الدول المجتمعة بدعم حكومة مسؤولة منذ تعيينها قبل عام ونصف العام عن اغتيال نشطاء الحركة السلمية في العراق، جديدهم إيهاب الوزني منسق تظاهرات كربلاء الذي أشعل قتله احتجاجات واعتصامات ضخمة عمت غالبية مدن الجنوب والعراق وساحاته. بدل أن يتخذ المجتمع الدولي ودوله المتباكية على حقوق الإنسان في العراق قرارات فعلية وعملية ضد انتهاكات حكومة الخضراء أبسط حقوق الإنسان التي يقرها الدستور العراقي. تستمر الدول المجتمعة بدعم حكومة مسؤولة منذ تعيينها قبل عام ونصف العام عن اغتيال نشطاء الحركة السلمية في العراق، جديدهم إيهاب الوزني منسق تظاهرات كربلاء الذي أشعل قتله احتجاجات واعتصامات ضخمة عمت غالبية مدن الجنوب العراقي وساحاته. وبدل أن يتخذ المجتمع الدولي ودوله المتباكية على حقوق الإنسان في العراق قرارات فعلية وعملية ضد انتهاكات حكومة الخضراء أبسط حقوق الإنسان التي يقرها الدستور العراقي والتي التزمت هذه الدول بتوفير المساعدة لتحقيقها كما تدعي، وعلى غرار ما تتخذه من إجراءات في أحداث أقل عنفاً مع بعض الدول لإيقاف هدر دماء الأبرياء من الشباب الذين خرجوا بشكل سلمي لمطالبة الحكومة بتوفير أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم ليس أكثر، فإنها تتواطأ مع هذه الحكومة ومن سبقها من حكومات العملية السياسية بشكل صارخ، إذ لا يصدر عنها إلا بيانات التعبير عن القلق إزاء ما يحصل من أحداث، ليصل الأمر قبل أشهر إلى تفاهم وتنسيق مع المدعو أبو فدك قائد الميليشيات الولائية، إذ استقبل هذا الأخير بحفاوة مندوبة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. ذهب ممثلة الأمم المتحدة إلى عائلة إيهاب الوزني محاولة جديدة ناعمة من الدول المحتلة لعمل شيء بعد فشل حكومات الخضراء المتعاقبة في قمع وإسكات التظاهرات التي تطالب بإسقاط العملية السياسية التخريبية وكل أحزابها، حصر السلاح بيد الدولة وكتابة دستور وقانون جديد للانتخابات لإقامة دولة تبني العراق، وهو ما يرفضه الاحتلال الذي يدعم بقوة العملية السياسية كما فصلها المحتل الأمريكي وشريكه الإيراني.
في صحيفة العرب اللندنية أيضا نقرأ مقالا للكاتب خير الله عن الفشل السياسي الأمريكي في أفغانستان والعراق. لم يعد مستقبل أفغانستان معروفا بغض النظر عن التصريحات المتفائلة لرئيس جو بايدن. ستتمكن حركة طالبان عاجلا أم آجلا من وضع يدها على كل أفغانستان. ستكتفي في المستقبل المنظور بمحاصرة كابل في انتظار سقوطها على نحو تدريجي. ربما قررت أمريكا أن تكون أفغانستان ساحة تتنافس فيها هذه الدول بدل أن تكون هماً خاصاً بها بعدما عجزت عن إقامة نظام بديل من نظام طالبان. في النهاية اتخذ جو بايدن قراراً شجاعاً عندما قرر الانسحاب عسكرياً من أفغانستان بعد 20 عاماً على غزوتي نيويورك وواشنطن. يعرف الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن لبلاده أن تربح الحرب الأفغانية وأن قراراً بالانسحاب العسكري سيتخذ في يوم من الأيام. رفض ترك هذا القرار لغيره، خصوصاً أن الوجود العسكري الأمريكي بات مكلفاً جداً على هامش الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان. لا يزال السؤال الأساسي يطرح نفسه، لماذا قررت إدارة جورج بوش الابن اجتياح العراق في وقت كانت الحرب في أفغانستان لا تزال دائرة؟ سيبقى هذا السؤال في الواجهة لسبب في غاية البساطة، يعود السبب إلى أن إدارة بوش الابن تذرعت بغزوتي نيويورك وواشنطن لتبرير اجتياح العراق، علماً أنه لم يكن هناك أي رابط بين النظام العراقي من جهة وأسامة بن لادن والقاعدة من جهة أخرى. لا تستطيع أمريكا بكل جبروتها خوض حربين كبيرتين دفعة واحدة. انتهى الأمر بتسليم العراق على صحن من فضة إلى إيران التي كانت شريكاً في الحرب من أجل إسقاط نظام صدام حسين. الفشل الأمريكي في أفغانستان والعراق واحد، إنه فشل سياسي. في أساس هذا الفشل العجز عن إقامة نظام جديد قابل للحياة في أي من البلدين، على الرغم من تحقيق انتصار عسكري في كليهما. تدفع إدارة بايدن حالياً ثمن هذا الفشل المزدوج الذي لا تبرير له سوى أن مسؤولين في إدارة بوش الابن دفعوا في اتجاه الحرب على العراق. لماذا فعلوا ذلك؟ هذا لغز وليس سؤال. نشرت صحيفة الجارديان تقريراً الأحد أشار إلى إعادة تنظيم الدولة تجميع صفوفه في قلب العراق، وأوضح أنه بعد خسارة التنظيم مدينة الموصل قبل 4 أعوام أعاد تنظيم تجميع صفوفه في فرق صغيرة تقوم باغتيال القيادات المحلية وتستهدف محطات توليد الكهرباء والمنشآت النفطية والنقاط العسكرية. يظل عددهم أقل بكثير مما كانوا عليه عندما حكموا مناطق شاسعة في العراق وسوريا، وهم محرومون من الدعم في المدن والبلدات بسبب الدمار الذي تسببوا به عندما سيطروا عليها، ولهذا فهم يعيشون حياة تشبه حياة البدو الرحل تقريباً. بحسب مشايخ العشائر والمسؤولين الأمنيين الذين نقلت عنهم الصحيفة، ولجأ عناصر التنظيم إلى الجبال والوديان الضيقة للاحتماء بها بسبب قلة مصادرهم المالية، وينتظرون إلى حين توفر المصادر والرجال والقيام بهجوم. وقال مسؤول أمني في منطقة كركوك إن المنطقة، وهي مثلث ما بين كركوك وبيجي وسامراء في الجنوب، تعد مهمة للتنظيم، فهي كما يقول في مركز العراق وتربط التلال والجبال مع الشرق، وهو مكان جيد للاختباء فيه، ويربطهم مع الغرب بسوريا كذلك، ولهذا فهم لن يسمحوا بخسارة المنطقة. وقال شيخ قبيلة قاتل رجاله تنظيم الدولة سابقاً إن عددهم الحالي قليل، ولكنهم يحاولون خلق الظروف التي سمحت لهم بالسيطرة على المنطقة، ولو تركوا بدون رقابة فسيكون بمقدورهم التنظيم والتجميع من جديد. وأضاف أن الظروف التي سمحت لتنظيم الدولة باستغلال الغضب المحلي والحصول على الدعم لا تزال موجودة، ولا توجد ثقة بالحكومة، وإن وجدت فهي قليلة، وتتم معاقبة المجتمعات المحلية ومعاملتها وكأنها جزء من تنظيم الدولة حتى تثبت براءتها.
المشكلة هي في قوى الأمن المحلية التي تعيش خلف الجدران المحمية في التلال تاركة القرى والحقول بدون حماية، والسكان عالقون فعليهم التعامل مع تنظيم دولة بدون حماية قوات الأمن لهم. نشرت صحيفة غازيتا الروسية تقريراً على إثر إعلان الجيش الأمريكي الانسحاب من أفغانستان، تناولت فيه الحروب غير المتكافئة بين الجيوش عالية التجهيز والمجموعات ذات التسليح البسيط وكيفية التغلب على التكنولوجيا الحديثة باعتماد تكتيكات حرب العصابات. إن بعض الصراعات على غرار المرحلة الثانية من حرب العراق التي يمكن اعتبار أنها انطلقت بعد انهيار نظام صدام حسين إلى جانب سنوات احتلال أفغانستان التي تشهد الآن نهاية مخزية لواشنطن، وعمليات حلف الناتو في ليبيا وسوريا كلها أمثلة على حروب عجز التفوق التكنولوجي عن حسمها. إن أفضل مثال يجب دراسته في هذا الصدد هو المرحلة الثانية من حرب العراق، وقد امتدت لثمان سنوات من آذار مارس 2003 حتى كانون الأول ديسمبر 2011، إذ إن الجيش الأمريكي شن في البداية هجوماً بنفس أسلوب عاصفة الصحراء أدى لتدمير الجيش النظامي العراقي بالكامل، ولكن بعد انهيار نظام صدام حسين غرقت القوات الأمريكية في حرب يائسة ضد تشكيلة واسعة من المجموعات والحركات غير النظامية التي شنت حرب عصابات دون أن تكون لها قيادة موحدة، وقد اعتمدت على دعم السكان المحليين واستخدمت أسلحة بسيطة وبدائية. قالت الصحيفة في تقريرها إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان طرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة جيش بسيط الإمكانيات ولكن يتمتع بحافز قوي على الانتصار ضد جيش يمتلك أفضل التكنولوجيات وأكثرها تطوراً. قام الشقيقان الفلسطينيان عطلة وخميس الصيرة في 60 عاماً بتحويل طائرة من طراز بوينغ 707 إلى مطعم يطلقان عليه اسم مطعم وكافي شوب الخطوط الجوية الفلسطينية الأردنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ويعمل كهربائيون ورسامون في منطقة وادي اللابذان بالقرب من نابلس على تجهيز الطائرة وتحضيرها لنوع جديد من الإقلاع كمطعم وقاعة مناسبات. تم شراء الطائرة من قبل توأم الصيرفي تاجري الخردة السابقين مقابل $100,000 من مالكها الإسرائيلي السابق عام 1999، لكن اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أوقف المشروع قبل أن يعود الشقيقان للعمل عليه، ويتوقعان فتح أبواب طائرتهم للزبائن في غضون شهر واحد. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد بحول الله. نلتقي، دمتم بخير، إلى اللقاء.